وقد تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك مع اخوانه اصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والاسلامية الشقيقة والصديقة. وأعرب جلالته أيده الله فيها عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على هذه الدول وشعوبها الشقيقة بوافر الخير واليمن والبركات وأن يرفع عن البشرية جائحة فيروس كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها في أقرب وقت لما فيه خير الإنسانية جمعا